يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم أنا رح أبلش أشرح في موضوع اللي هو اللابلاس ترانسفورميشن، تكملة اللي كملناه المرة الماضية. آخر إشي حكيناه في موضوع اللابلاس ترانسفورميشن كان إنه حكيت لكم إنه اللابلاس ترانسفورميشن لا اليونت ستيب فانكشن اللي هو U of T ناقص A في F of T ناقص A شو كان بيساوي؟ كان بيساوي اللي هو E قوة ماينس A of S في F of S، وكانت F of S هي عبارة عن L لابلاس ترانسفورميشن لف اوف تي بدون الشيفتنج. يعني كنت اللي بيتذكر معاي كنت انا امسك اف اوف تي ناقص اي، هذا معمول له شيفتنج، كنت انا اشيل الشيفتنج عنه تمام، بعدين اني انا امسكه واشيل الشيفتنج عنه بضل عندي اف اوف تي. هذا الاف اوف تي انا بوجد اللابلاس ترانسفورميشن له وبضربه في اي قوه ماينس اي في اس تمام. هلا بتتذكروا برضو اني انا عرفت اليونت ستيب فانكشن، حكينا هو عباره عن فانكشن اللي هو U of T minus A. حكينا لو أنا بدي أكتبه على صيغة اقتران متشعب رح يطلع معاي اللي هو إنه أول إشي اللي هي 0 لما تكون T أقل من A و 1 لما تكون T أكبر من A تمام. وبرضو عرفت لكم أنا إنه هذا الفانكشن أنا ممكن أستخدمه في كتابة كثير فانكشنز. يعني لو أنا على سبيل المثال عندي هذا الفانكشن اللي هو F of T كان معطيني إياه إنه بيساوي 1 و 0 لما تكون تي أقل من A ولما تكون تي أكبر من اللي هو A. إذا تتذكر حكيت هذا الفانكشن أنا بدي أكتبه على صيغة يونت ستيب فانكشن لأنه هو إشي، هو الإشي الوحيد اللي أنا بعرف اللابلاس ترانسفورميشن إله. فكنت أنا أحكي إنه هذا الفانكشن أنا عندي أو مثلا هون خلينا ثلاثة نحكي، مثلا عندي أنا مثلا يونت ستيب فانكشن اللي هو U of T ناقص 3 اللي هو هذا. هلا بالتعريف الاصلي انا بعرف انه اذا كانت تي اقل من 3 مفروض يطلع معي 0 ولما تكون تي اكبر من 3 مفروض يطلع معي اللي هو 1 بالضبط. فهنا لاحظ انه انعكست عندي الصوره، فكيف لازم اشتغل؟ هلا لو تنتبهوا هون انه هذا الفانكشن ايش قيمته لما تكون تي اقل من 3؟ قيمته بدها تكون 0، بس انا فعليا طلع معي اللي هو 1. فشو لازم اعمل؟ بدي يا بحكي هون 1 زائد يو اف تي ناقص 3 اللي هي 0 او ناقص ما بعرف، يعني في اشي ثاني رح يحدد لي هذا اللي هي الاشاره. كيف بدي اجي اشتغل؟ هلا لما تكون تي اكبر من 3 هذا الفانكشن ايش قيمته اللي هو اليونت ستيب فانكشن؟ رح تكون قيمته اللي هي 1، فانا لازم يطلع معي 0، فبالتالي رح احكي انه مش 1 زائد 1 رح يكون 1 ناقص 1، فبالتالي رح يكون اف اوف تي انا بقدر اكتبه على صيغه يونت ستيب فانكشن اللي هو 1 ناقص يو اوف تي ناقص 3. وبناء عليه بيكون طالب مني اللابلاس لهذا الفانكشن اللي هو حكينا بتوزع اللابلاس، اللابلاس لواحد هو عباره عن 1 على اس، واللابلاس ليو اوف تي ماينس 3 اللي هي اي قوه ماينس 3 اوف اس على اس. طبعا اللي مش متذكر هاي يراجع المحاضرات السابقه تمام. طيب هاي النقطة خلصناها. طبعا هذا الموضوع موضوع يونت ستيب فانكشن كثير مهم، وانه يعني كمية الاسئلة اللي ممكن تيجي عليه كمية منيحة، لانه زي ما حكيت لكم يعني افرض كان هون حط لي مش زيرو، افرض هون كان حط لي مثلا بدل الزيرو 2، فرح تصير هون اشارة جمع. ليش؟ لانه حيطلع معي 2، 1 زائد 1 2 لما تكون تي اكبر من 3، ولما تكون تي اقل من 3 رح يطلع معي انه 1 ناقص 0 رح يطلع معي اللي هو 1 زي ما احنا متعودين تمام. هلا انا بدي انتقل اللي هو على موضوع جديد اللي هو هذا، او مش موضوع جديد، هو تكمله لموضوع اليونت ستيب فانكشن اللي هو هلا افرض كان اف اوف تي معطى بالعلاقه التاليه اللي هي جي اوف تي يعني فانكشن اي فانكشن اوف تي، تي محصوره بين اي وبي. طبعا هذا الاشي بيشبه اليونت ستيب فانكشن لكنه يعني مش نفسه، وزيرو اذروايز. ايش يعني هذا الكلام؟ لو بدنا نيجي نرسم مثلا خط الاعداد، هاي خط الاعداد تمام، هاي النقطة A وهي النقطة B. لما تكون T بين A و B بيطلع عندي G of T، ولما تكون A لما تكون T اقل من A هي otherwise 0 وهون بيطلع معي 0. طبعا هذا الاشي كيف ممكن اكتبه على صيغة unit step function؟ طبعا هاي حفظ بدنا نحفظها، اللي هي رح اجي احكي لكم انه F of T بدها تساوي G of T في بفتح قوس U of T ناقص A ناقص U of T ناقص اللي هو B تمام. طبعا هاي طبعا موضوع يعني هذا الموضوع بالذات
بهمني كثير اني انا احفظ هاي القاعده، انه اذا جاب لي اياها عبين ما استنتجها ممكن شوي، عبين ما استنتجها زي هاي ممكن انها تكون تغلبني، فانه لا على طول انا ممكن اني انا من خلال حفظي للقاعده اللي هي الاف اوف تي ممكن اني انا اوجد العلاقه بين اليونت ستيب فانكشن وبين اف اوف تي. تمام، هلا بدنا ناخذ مثال على هذا الموضوع، بدنا ناخذ مثال اللي هو على هذا الموضوع. لو اخذنا مثلا المثال التالي، لو حكيت لكم انا مثلا معطيني f of t بيساوي، معطيني f of t بيساوي مثلا اللي هو خلينا نحكي t تربيع لما تكون t اكبر من 3 خلينا نحكي واقل من 4 و 0 otherwise. طبعا اول ما نشوف هذا السؤال، طبعا السؤال بيقول لك find ال لابلاس ترانسفورميشن ل f of t. كيف بدي اشتغل؟ زي ما حكيت لكم على القاعده اللي احنا حافظينها انه f of t ايش بدها تساوي، راح تساوي اللي هي جي اوف تي. جي اوف تي هون هي عباره عن تي تربيع، فبحكي انه تي تربيع مضروبه في اي، هون ايش هي؟ هاي 4 طبعا، اي اللي هي عباره عن 3 وبي اللي هي عباره عن 4، فيو اوف تي ناقص 3 ناقص يو اوف تي ناقص 4. تمام، هلا الفكره اني انا لازم اكون متمكن من اني اقدر اطلع القاعده، لاني اذا انا ما قدرت اطلع القاعده ممكن اكون انا عارف كيف اطلع اللابلاس لكل هاي الفانكشن، بس ان طريقه ايجاده هي النقطه الرئيسيه في هذا الموضوع. طيب بحكي لكم انه f of t رح تساوي اللي هي t تربيع في u of t ناقص 3، او خلينا نحكي تسهيل الحسابات خليها هاي t مش t تربيع عشان رح يطول معنا السؤال شوي، ناقص t في اوف تي ناقص 4. هلا اللي بتذكر معي انا حكيت انه اللابلاس ترانسفورميشن لا يو اوف تي ناقص اي في اف اوف تي ناقص اي شو بده يساوي، اللي هو حكينا اي قوى ماينس اي اوف اس في اف اوف اس، وكانت اف اوف اس هي اللابلاس ترانسفورميشن لاف اوف تي. بس الفكره هون اني انا عشان اقدر اوجد اللابلاس ترانسفورميشن لهذا التيرم لازم تكون التي معمولها شيفتنج بمقدار اي اللي هون 3، فشو بعمل عشان ما عشان انا ما اغير بقيمه التي؟ بمسك التي اول شيء بحكي لابلاس لا تي في يو اوف تي ناقص 3، عشان انا ما اغير بقيمه التي بطرح 3 وبجمع 3، فزي كاني فعليا ما عملت شيء. تمام، طبعا هذا صار عندي تيرم حد وهذا حد، بضرب بوزع يعني، فبصير في عندي لابلاس ترانسفورميشن لا تي ناقص 3 في يو اوف تي ناقص 3، برضه هذا انا شرحته المره الماضيه اللي هو عباره عن الشيفتنج. تمام، زائد 3 في اللابلاس ترانسفورميشن ليو اوف تي ناقص 3. هلا هاي شو اللابلاس ترانسفورم الها؟ حكينا اني انا بمسك التي بوجد اللابلاس الها اللي هي عباره عن 1 على اس تربيع مضروبه في اي قوه ماينس 3 اس. تمام، وهاي 3 شو اللابلاس ترانسفورم ليو اوف تي ناقص 3 اللي هي اي قوة ماينس 3 اوف اس على اس. طبعا هيك ما خلص السؤال، يعني لازم ارجع ل تي في يو اوف تي ناقص 4 وبرضه اعمل له شيفتنج بمقدار سالب 4 و4 يعني بضيف وبطرح 4 عشان اني انا في النهايه اقدر اوصل ل اللي هو اللابلاس ترانسفورم لكل هذا الفانكشن. طبعا هذا المثال برضه مهم. طبعا في كمان افكار ممكن احنا نذكرها هلا في المثال الجاي. مثلا لو انا حكيت لكم هذا المثال اللي هو معطيني f of t بيساوي، كان معطيني مثلا f of t بيساوي اللي هو خلينا نحكي مثلا 2 t و 3 و t لما تكون t اكبر من 3. هون مثلا خلينا نحكي معطيني sin t، تمام، وهون معطيني مثلا اللي هو t تربيع. تمام، كيف بدي ابلش اشتغل على هذا السؤال؟ كيف بدي ابلش احل؟ هلا اول اشي ببلش اعمله، هلا هاي تشبه مبدا الجي اوف تي، فانا كيف رح ابلش اشتغل؟ رح ابلش اشتغل اني انا رح امسك اللي هي تي تربيع اعتبرها مش موجوده، اعتبرها زيرو، فلما اعتبرها زيرو رح يطلع معي نفس مبدا الجي اوف تي، هاي جي اوف تي وهاي اللي هي زيرو، فكيف رح احكي؟ رح احكي اللي هو على مبدا الجي اوف تي اللي هو اف اوف تي بده يساوي sin t في u of t minus 2 ناقص u of t minus 3. تمام، هلا لو كانت هاي 0 عن جد بيخلص السؤال انه لهون خلص زي المثال اللي قبل، بس هون عندي هون t تربيع. تمام، طبعا t تربيع لازم اضيفها، بس وين لازم اضيفها؟ شوفوا معي، هلا هاي انا عندي خط الاعداد، تمام،
هاي أنا عندي مثلا 2 وهي عندي 3. هلا هون 0 لأنه قبل الـ2 ما عندي إشي. بالنص عندي ساين تي وهون عندي اللي هو تي تربيع. هلا أحكيها لو هاي كانت 0 بتضل عندي بس هاي، لكن هاي مو 0، هاي عبارة عن 0 زائد تي تربيع، تمام؟ فبالتالي هاي لازم أضيف عليها كمان إشي بحيث يطلع معاي بعد الـ3 تي تربيع. طيب لو حكيت لكم أنا إنه اليونت ستيب فانكشن اللي هو يو أوف تي ناقص 3، إمتى بيشتغل هذا الفانكشن؟ هذا إيش يعني بيشتغل؟ بيشتغل يعني بتكون قيمته 1، لما تكون تي أقل من 3 بتكون قيمته 0، ولما تكون قيمته أكبر من 3 بتكون قيمته تي تربيع، فبضرب هاي تي تربيع. طبعا هاي لما أنا أضربها في تي تربيع، لما تكون تي أقل من 3 ما رح يأثر على اللي فوق أبدا لأنه هاي رح تكون قيمتها 0، أما لما تكون تي أكبر من 3 هذا التيرم رح يكون قيمته 0 اللي هي هاي، تمام؟ أو تي تربيع يو اوف تي ناقص 3 راح تنضاف على الزيرو فراح يطلع معي 0 زائد تي تربيع. طبعا نفس الحكي بنوزع هاي هون وبنوزع هاي هون، تمام؟ طبعا لازم اعمل شيفتنج للزاويه بمقدار 2 وسالب 2. برضو حكينا لما اعمل شيفتنج للزاويه راح يصير ساين تي ناقص 2 زائد 2، كان هاي متطابقه. المتطابقات حكينا لازم نكون حافظينهم كثير مهمين، لانه وهاي نفس الحكي. بس في ملاحظه صغيره، لما انا يكون في عندي مثلا تي تربيع في يو اوف تي ناقص 3، هلا الشيفتنج راح اعمل لتي، راح اعمل تي ناقص 3 زائد 3 الكل تربيع، الكل تربيع. فايش راح اعمل؟ راح افك التربيع اول إشي، راح يطلع معي تي ناقص 3 الكل تربيع زائد 2 في الاول في الثاني زائد الثاني تربيع، كل هذا مضروب في شو؟ مضروب في اليونت ستيب فانكشن. رح أوزع هاي هون ورح أوزع هاي هون ورح أوزع هاي هون. هو صح السؤال صراحة شوي بيطول، بس الفكرة إنه كثير مهم هذا الموضوع.